عسكر الاستقبال في محافظة مارب. طبعا الاعتداءات هذه ليست الأولى وأيضا ليست الأخيرة ولن تكون الأخيرة. وأعتقد أن العزاء ليس كافي في مثل هذه الأحداث التي يعني تحصد رجالنا بالجملة. والأجواء أعتقد أنه يملكها التحالف العربي. نحن بحاجة لإجابة واضحة وصريحة عما دار في سماء معسكر الاستقبال قبل الضربة. ومن حقنا نحن وأولياء الدم أن نحصل على إجابة شافية من الذي يشارك التحالف العربي في أجواء اليمن، وبالتالي من هو الذي استهدف أبنائنا. دون ذلك تظل العزاء ناقص، ولكن القصاص هو من مسؤولية قيادة الدولة. والالتفات لمثل هذه القضايا بجدية بعيدا عن ترقيات العزاء هو من مسؤولية رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، هم قادة البلد التشريعيين والتنفيذيين، وهم المعنيين بمتابعة القصاص لدماء شهداءنا الأبرار. مثل ما لم نسمع نتائج ما حدث في العلم لأبطال القوات المسلحة عندما ضربهم الطيران الإماراتي، فيجب أن لا تمر هذه أيضا مرور الكرام ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية. نحن لا نجد في مثل هذا الموقف إلا أن نؤكد لأبناء الشهداء أننا نشعر بالألم فيما حدث، بألم حقيقي لما حدث لأبنائنا، ولكن لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في محور اتفاق الرياض، كيف ينظر وزير الداخلية لما تم تحقيقه من خطوات إلى حد الآن رغم مرور هذه الفترة الطويلة من توقيع الاتفاق؟ طبعا هو اتفاق الرياض يعني صمم حقيقة لإنقاذ ما تبقى من مشروع الإمارات. كما يعلم الجميع أن الأخوة الإماراتيين كان لديهم مشروع ظاهر ولم يكن خافي على أحد وتحت سمع وبصر كل قيادات الدولة، ولكن كانت الأمور يتم النظر فيها إلى النوايا. هم كانوا يؤسسوا جيش موازي للدولة وقيادات موازية للدولة وبإمكانيات ظاهرة من التحالف ومن الإمارات بشكل مباشر. سقط هذا المشروع، وعندما كان الجيش الوطني على أبواب عدن لينظف ما تبقى ويكنس ما تبقى من هذا المشروع، تدخل الطيران الإماراتي وكان ما حدث من مجزرة العلم الشهيرة والتي أيضا لن تمر مرور الكرام. وبالتالي تدخل الأشقاء السعودي لإنقاذ الموقف، وتمثل إنقاذ الموقف في ما تمخض عنه من مباحثات جدة ومن ثم اتفاق الرياض. على رداءة هذا الاتفاق ونشعر أنه سوى بين المعتدي والمعتدى عليه وسوى بين المتمرد والشرعي، إلا أننا في إطار التوجهات التي أعلنت أنه حفاظا على الوحدة الوطنية والاستفاق باتجاه مواجهة مشروع الحوثي، يعني قبلت القيادة السياسية ونحن قبلنا لقبولها فقط، لم نقبل هذا الاتفاق أو نباركه لاقتناعنا بما ورد فيه، لكن قلنا أنه السلامة تكون أفضل وأنه يجتمع الناس على كلمة سواء مهما كانت ما تضمنه اتفاق الرياض. ومع ذلك هذا الاتفاق، الراعي لهذا الاتفاق هم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونشعر حقيقة نحن لا نشكك في نواياهم، في حسن نواياهم، لكن مثل هذه الأمور لا تدار بالنوايا. نشعر في بطء شديد في أداء الإخوة السعوديين، وأنهم حقيقة يستمعون للتلكؤات التي يسردها الإخوة الإماراتيين في عدم التنفيذ ومحاولة الاتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض، ومحاولة تفسير بعض البنود تفسير مزاجي. وهناك استجابة لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولهذا تأخر تنفيذ اتفاق الرياض. هم من صمم هذا الاتفاق، وهم من حدد الفترة الزمنية، وهم من جدوله، لسنا نحن. وبالتالي كانوا ملزمين وكانوا معنيين بأن يكونوا جادين ويقدموا رسالة إيجابية على الأقل في هذا الاتفاق الهزيل، أن يخرج إلى حيز الوجود، لكن مع الأسف الشديد ما زال. لا، ظهرت تباشير في الأسابيع الماضية طيبة، ونحن ما زلنا نعقد الأمل على أن اتفاق الرياض هذا سيتم.
سيتم تنفيذها. إذا لم يتم تنفيذها طبعا التلفة الذي يبديه ما يسموه الانتقالي أو ما تبقى من مشروع الإمارات في عدن هو تلفة ليس تلفة القوي. هم يدركون إذا انزاح اتفاق الرياض جانبا نستطيع أن ندخل عدن ونكرس ما تبقى من هذا المشروع، وبالتالي عليهم أن يتمسكون باتفاق الرياض لأنه لا اتفاق الرياض لم يصمم إلا لمصلحتهم ولإنقاذهم. طيب الآن في تبادل اتهامات بين الحكومة وبين الميليشيات، كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية عدم تنفيذ الشق السياسي الشق العسكري مع خطوات تمت مؤخرا في أبيان جنوبات ودخول القوات الحكومية القوات الأمنية على جنوبات. الأخوة السعوديين هم الشاهد وهم المشرف، هم من يجيب على هذا السؤال. يظهر القيادات السعودية يظهر أحد قيادات التحالف أو الأشقاء في المملكة ويسمي للرأي العام من هو المعطل، ونحن مستعدين إذا بدر من طرفنا أي تعطيل نتحمل المسؤولية، أما أن يبقوا مروحين هذا أمر حقيقة أعتقد أنه لا يخدم العملية. إلى متى سيكون صبر الحكومة الشرعية؟ أعتقد أنه لن يتم الصبر كثيرا. طيب كيف ينظر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى هل لا تقدحون بالرعاية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض؟ نحن لا نثق في أحد على الإطلاق، نحن نثق في أنفسنا فقط. ليس لنا من الأشقاء السعوديين إلا ما نلمسه على الأرض. سنتعامل على هذا الأساس. الدول لا تدار بالنوايا، تدار بالعمل الملموس. فإن عكسوا النوايا على الأرض بسلوك يعني بإشراف محايد ومؤتمن هذا ما نريده، غير ذلك لكن نشعر بأن الأشقاء السعوديين جادين في تنفيذ اتفاق الرياض. طيب معالي رئيس الوزراء، هل ترى أن استمرار الوجود الإماراتي في التحالف وتمويلهم لميليشيات مسلحة في الجنوب استمرار لمخططهم في اليمن؟ المشروع الإماراتي وصل إلى ذروته في أحداث أغسطس، وكانت ساعة الصفر تحديدها والنفير المزعوم هو لتتويج ثمرة جهود 4 سنوات صرفوا فيها ما صرفوا واعتقدوا أن الأمور دانت لهم. سقط هذا المشروع، لم يعد إلا بقايا مشروع على الإطلاق. الإمارات انتهت وخرجت من اليمن غير مأسوف عليها، عبثت بدمائنا وقتلت رجالنا وأخفت أبناءنا في السجون إلى الآن، وعبثت يعني بشكل مثبت واضح. وبالتالي حقيقة ما كنا نتمنى من الأشقاء في الإمارات أن يسيروا على هذا النهج، لكن لم يعد هناك مشروع بإمكانهم أن يعملوا أعمال تخريبية أن يدفعوا بعض من الإصابات، وهذا أمر وارد مثلهم مثل التنظيمات الإرهابية التي تترامى في أطراف اليمن هنا وهناك. أما مشروع لم يعد هناك مشروع، انتهى مشروع الإمارات في اليمن. ما حقيقة ما يروج واتهم فيه معاليكم بأعمالكم بقطر أو بحربكم بدعم قطري؟ طبعا الاتهامات تأتي من منصة قياديين أو إعلاميين تابعين للإمارات العربية المتحدة، مع الأسف الشديد الذي يسوقون مثل هذه الاتهامات هم أصلا يستلموا رواتبهم من الإمارات، يعني هم جالسين على كراسي العمالة يريدون يقيمون مسألة الشرف والوطنية. فلا يعقل أن تأخذ من موموس كلام موعظة، فهم شبيهين بها. لكن على كل حال يجب أن يعلم الجميع لا أموال الإمارات تمكنت من شراء الميسري، ولن تشتري أموال الرياض، ولن تشتريها أموال الدوحة. فلا الدوحة ولا أبو ظبي ولا الرياض قادر على شراء الميسري وأمثال الميسري من أحرار اليمن لسبب بسيط، لأننا لسنا بضاعة معروضة للبيع.